قصيد بعنوان المرأة المرمرة. امبارح دعيت لربي ورفعت ايدي وقلت يا رب من بلوتي تخلصني، مصيبة كبيرة وحلت علي واللي عنده مثل بلوتي يعذرني. ابتليت بمرأة من تحت بالحية، يا رب عيني عليها وصبرني، لا مال ولا جمال ولا حنية، اعوذ بالله منها يا رب سامحني. انا رضيت بالبين والبين ما رضي بي، خايف يوم الايام تجلطني، مرأة قوية وامها جنية، واذا اشتكيت لابوها يشرشحني، طول الشهر قاسي علي وبآخر الشهر بتطاوعني، وعدتني يوم بسهرة رومانسية وإذا مسحت معي بالبين ستقرصني. جبت لها تالي الليل سهرية، أكلتها ونامت وقالت لا تحركني، فيقتها وقلت لها ردي علي، طنشت كأنها بنت الحرام ما تعرفني. جربت معها كل الوسائل، هي يا ناس اللي عنده نصيحة ينصحني، الله يبلاها بسكت قلبية لأنه إذا ما متت رايح تموتني، بدي أتغدى فيها قبل تتعشى فيها، يا رب منها تريحني. ضربتني وبكت وسبقتني واشتكت علي، وصارت كل يوم على المحاكم تجرجرني، بس لو تسمح لي تربيتي المنزلية كان كحشتها وقلعتها عني، لكني شاعر وعندي روح رياضية، والله لا يوفق اللي عليها عرفني.